في نبي في الانسانيه برمتها قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قال بعضهم في تفسيره لهذا المعنى قال ان الغايه من خلق البشريه هو العبوديه هكذا يجب ان نفهم لكن الله تعالى يريد من العباد ان يعبدوه على كمال ما يريد لا على هوى ما يريدون إذا حار أمرك في معنيين ولم تدري أين الخطأ والصواب فخالف هواك فإن الهوى يقود النفوس إلى ما يعاب المفروض أن ما يكون هوى فإنه يخالف مأمور الله تعالى لأن النفس تشتهي ألا تنضبط بأمر وألا تحتكم إلى شرع وألا تكون ملزمة بمأمور آمر النفس تريد هذا والنفس ولكن الإنسان إذا طاوعها رمته في الهاوية والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم فاصرف هواها وحاذر أن تواليه إن الهوى ما توالى يصمي أو يصم كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم هي تزين لك وتريد أن تكون بعيده عن مامور الله سبحانه وتعالى